مساء الخير يا مساء السعادة. مفيش محنة ممرناش بيها في برنامجنا كواليسنا اون اير، وكل حاجة عدت وبتعدي وهتعدي. عشان كده دايما بقول اسعى بكل الطرق والاشكال، وما تقللش من مقدار اي خطوة بسيطة بتسعى فيها، وما توهمش نفسك انها خطوة ملهاش معنى، لانك فعلا ما تعرفش ربنا هيفتح عليك منين، ولا هيجي لك العوض من ربنا ازاي. وافتكر دايما ان السعي وبذل المجهود من عندك انت، ولكن النصر قريب والفتح قريب من الله عز وجل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم كواليسنا اون اير. هكون معاكم انا محمود النحاس، برحب بقى باخويا وحبيبي فارس. ازيك يا فارس، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك يا محمود؟ ان شاء الله كده تبقى حلقه كده جميله كده ان شاء الله، حلقه خفيفه على قلوب المشاهدين ان شاء الله. اهلا يا ميمه، ازيك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام. نبدا بقى بالسؤال الاولاني، يعني عايزين نعرف شويه حاجات كده. ليه حبيتي مجال التمثيل؟ عشان انا شايفه نفسي هنا. لا تفاصيل اكتر معلش. لا يعني انا حابه مجال الفن والتمثيل لان انا شايفه نفسي انا هنا في الفن. ميمة ابو عناية، صح كده؟ تمام. اسم الشهره دوت. تمام. قولي لنا بقى، في كده حاجه من الكواليس حابب ان انا احكيها واقولها لك. في مخرج من المخرجين قال لك ان انت يعني في حاجات لازم تتغير فيك شويه، زي مثلا اللي هو اللي اسمه البيرسنج باين تقريبا. اتعاملت ازاي بقى؟ يعني احكي لنا اللي في الكواليس كده. يعني انا دي خصوصيات، انا مش بحب التحكمات الزياده. تمام. وما بحبش حد يتدخل في حريتي قوي زياده عن اللزوم. يعني انا بحب اعيش بحريتي. طبعا بقى انتوا عاملين مسرحيه مكسره الدنيا. مكسره الدنيا وهتكون بقى تاني ايام عيد الاضحى المبارك، اول يوم العيد العرض ان شاء الله. طبعا هيكون في المسرحيه طبعا الفنانه القديره نهال عنبر. تمام. وطبعا الصور بقى يعني لو جاهزه معانا يعني يا ريت تنزل واحنا بنتكلم كده معانا. واستاذ مراد فكري. واستاذ كريم الحسيني برضو. بس مين تاني؟ الداعم في الوسط الفني كان مين يا ميمة؟ الداعم في الوسط الفني كان استاذ حاتم ماضي. طبعا احنا معانا الصور دلوقتي موجوده، طبعا الفنانه القديره نهال عنبر، وطبعا الفنان القدير منير مكرم، وكمان الفنان الجميل كريم الحسيني برضو معانا، والفنان مراد ابن طبعا فكري صادق، طبعا فكري. شخصيه جميله ومحترمه جدا، يعني كوكبه من الفنانين يا ميمه، وحاجه جميله جدا. تمام. ده غير كمان طبعا احنا بنشكر المنتج احمد منير. طبعا هو صاحب الدعم والشخصيه جميله ولذيذه وبسيطه جدا. اخراج نور عفيفي. طبعا المخرج الجميل. طبعًا. واستاذ سمير بدير، صح كده معاكم برده؟ سمير بدير مين؟ لا لا لا. وفي المنتج برده استاذ حسن عبد الحميد مع الاستاذ احمد منير. أيوة. بينتج معاه برده. تمام. نرجع بقى لفارس بقى. طبعا كنت بتسال سؤال جميل كده. كنت بسال عن الداعم في الوسط الفني، وعايز اعرف برضو الداعم مين كان في الاسره، يعني مين في اسرتك اللي كان بيدعمك في بدايه المشوار، وايه كان نوع الدعم؟ والدتي طبعا. ممكن تحكي لنا شويه عن الموضوع ده؟ والدتي كانت بتتمنى لي، كان بتحلم اصلا ان هي تشوفني في نجمه مشهوره، نجمه كبيره، هي بتتباهى بيا. ناس كتير انا كبرتها طبعا، فهي بتفرح بيا في اي حاجه في ايا كان. ربنا يخليها لك يا رب وتفرح بيكي كده. في ناس بقى كتير بقى يا ميمه بتنتقد طريقه لبسك، وفي ناس بتتهمك بالغرور، الكلام ده صح ولا غلط؟ لا انا ما عنديش غرور، دي ثقه مش غرور، بس في ناس شايفه كده براحتهم. طب انا عاوزك بقى كده تغمضي لمده 10 ثواني كده، وتقولي لي اول حاجه تخطر على بالك، جت في بالك يعني وانت مغمضه عينك. حاضر. ممكن اللي انا شايفه نفسي ابقى نجمه كبيره. طب ده الغرور بقى صح يا فارس؟ لا 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 لا، انت مستفز على فكره. ليه بس؟ لا انت مستفز. لا خالص والله. لا مستفز، وبطل استفزاز. تمام. ايه العقبات اللي واجهتك يا ميمه في المشوار بتاعك؟ العقبات اللي واجهتني، وعايز تفاصيل لكل حاجه فيهم. ايه العقبه؟
لا انا بسالك انت اللي عارفه. مشاكل كله. لا هو انا وقعت في مشاكل كتير. ممكن تنمر مثلا؟ حد بيتنمر عليكي كتير؟ بس انا طبعا يعني ما بديش الفرصه لحد. طب بتاخدي حقك ازاي؟ ولا بتسيبيه يعني كده وخلاص؟ يعني بتقولي بسيبه اصلا. انا لو خدت حقي مثلا من الشخص ده فانا هبقى نزلت من نفسي، فمش هينفع. حلمك ده من وانت صغيره؟ من وانا صغيره اكيد بحب الفن طبعا. وانا صغيره كنت بعشق الرسم قوي، فده اللي وصلني ان انا ابقى فنانه. تمام. قولي لي انت تعرضتي لعمليه استغلال كان مع حد تيك توكر وكده؟ يعني لقيتك منزله طبعا على السوشيال ميديا والفيسبوك ان انت تعرضتي لعمليه استغلال. ايه بقى الاستغلال ده؟ احكي للساده المشاهدين واحكي لنا في برنامجنا كواليسنا اون ايه. الاستغلال ده كنا بننزل نصور كل يوم في مكان، شكل العبور، عين شمس، النزهه. تمام. المهم الشخص اللي كنت بصور معاه ده، الشخص اللي كنت بصور معاه ده كان بيستغل فيديوهاتي ليه هو. ياخد فيديوهاتي مش بيبعتها لي، لا بياخدها ليه هو عنده على الصفحه. كترند يعني؟ ترند ليه هو. بيستغل شكلي انا مثلا، طريقه لبسي، ومش انا لوحدي، كذا بنت على كده. بس دي الفكره كلها، يعني اناني معنى الكلمه. ايه المحتوى اللي انتوا كنتوا بتقدموه بقى على التيك توك؟ طبعا احنا بنلاقي حاجات كتير في مشاكل في التيك توك كمنصه، يعني تتعاملي ازاي بقى مع المنصه دي؟ وايه المحتوى اللي انت كنت بتقدميه كانفلونسر مش بلوجر؟ محتوى عادي يعني. محتوى مش دوت ما يتسماش بلوجر خالص. في مواقف محرجه تعرضت ليها في المشوار بتاعك؟ كتير. زي؟ لا انا كنت بتكسف من اي حد، انا اصلا خجوله. طب احكي لنا موقف عشان لو في حد بيمر بنفس المشوار بتاعك يقدر ياخد منك خبره في الموضوع ده. تمام. انا كنت في ايفنت قبل كده، تمام، وانا على المسرح بيقدموا الدراعات وكده، وانا طالعه على المسرح اصلا يعني كنت خجوله. تمام. انا من النوع اللي انا بتكسف. لا هو في ناس كتير اتعرضت للموقف ده، انا على ما اعتقد نمبر 1 قبل كده اتزحلق على الاستديو اصلا. انا بتكسف قوي يعني، والاخص اكتر بتكسف من الكاميرا. تمام. طب اتغلبت على المشكله دي ازاي؟ اللي هو خلاص بقى، اللي انا بقى شايفه نفسي بعد كده فين؟ اللي انا خلاص انا شايفه ان انا هبقى نجمه وفنانه، فخلاص اعتمدت ان انا ما اتكسفش. في مواقف تانية؟ مواقف محرجة ولا مش عايزة تحكي؟ بلاش، كفاية كده مواقف محرجة بقى. ماشي. لا هو في كتير بس. لو جالك يا ميمة دور مخرج يعني عرض عليك انك تلبسي مايو كحاجة كإغراء في السينما، هل هتقبلي بدوت ولا لا؟ حاليا في الوقت اللي انا فيه لا. دي طبعا حرية شخصية، وممكن فيما بعد اقبل. تمام. بس مشكلتي اتعرضتي في لسحر في حياتك قبل كده؟ حد عمل لك سحر قبل كده؟ كتير. من ضمنهم كانت والده بابايا، مرات بابا. طبعا هي اللي كانت عامله لي سحر كتير. ما كانتش اصلا بتحبني، كانت اذياني في حياتي كتير. بس هي شايفاني واحده كويسه فهي ما كانتش حباني. مش بتتمنى لك الخير يعني؟ مش بتتمنى لي اي خير. طب قولي كده بقى بصراحه كده يعني في برنامجنا كواليسنا اون اير وللساده المشاهدين، عملتي عمليات تجميل قبل كده؟ لا طبعا. عمليات تجميل ايه؟ الاستفزاز ده. متعصبه ليه؟ مش متعصبه. انا ما عملتش تجميل خالص في حياتي على فكره، انا طبيعيه. عمري ما عملت تجميل، لان التجميل ده انت عارف فيما بعد بيبهدل خالص، بيوقع معنى الاصح يعني. بس ناس كتير عملت. ليه متعصبه؟ ناس كتير لا في الفن كتير عملوا. بس انا ما بحبش اللي بيعمل تجميل اصلا. انا طبيعتي طبيعتي حلوه، ليه ابوظ حاجه ربنا خالقها طبيعيه فيا ابوظها؟ شايفه نفسك في مسرحيه عفاريت عليك، شايفه نفسك فيها كنجمه، هل ده اللي انت كنت بتتمنيه وجالك الحلم بسرعه؟ يعني انت، انا شايف ان انت
كنت بتعملي محتويات على التيك توك، فجأة كده بسم الله ما شاء الله من التيك توك انطلقت انطلاقة مع الفنانة القديرة نهال عنبر. طبعًا حاجة طبعاً مسرحية عفاريت عليك هي مسرحية جميلة طبعاً، ومسرحية كوميديا تمام؟ وإن شاء الله يعني خير. إن شاء الله خير بإذن الله. عاملة إيه مع المتابعين بتوعك على السوشيال ميديا؟ يعني لو في حد استفزك في الكومنت أو رد عليك رد مش كويس؟ ما بردش على حد. أنت اللي بتديري السوشيال ميديا بتاعتك ولا في حد بيديرها لك؟ لا أنا مش برد على حد خالص. اتعرضت لعمليات هاكينج قبل كده؟ لا. خالص؟ حظك حلو. عرفنا بقى من ضمن الكواليس كده يا ميمة إنك أنت كنت بتعملي طبعًا أفلام 100 حلاوة، وكمان كوكب صيني مع الفنان مجدي عبد الحليم. مجدي عبد الحليم تمام. مجدي عبد الحليم دوت يعني أستاذ مجدي طبعًا عبد الحليم، هو أنا فعلًا عملت معاه كوكب الصيني وفيلم 100 حلاوة وما كملتش، كان في حمو الاسكندراني وما كملتش. ليه بقى؟ مجدي عبد الحليم ده كومبارس. طب ليه ابتديتي معاه اصلا ما دام هو كومبارس؟ يعني هو كومبارس ماشي، ليه ابتديتي معاه بقى؟ ليه ابتديت معاه؟ لاني كنت حابه اشوفه بيعمل ايه، بس لقيته كومبارس. حسيتي ان الموضوع مش هيبقى معاكوا لطيف؟ الموضوع مش حلو، وكمان الفيديوهات كومبارس، شكلي في الفيديو كومبارس. بس خد بس برضه حق الرد مكفول برضه. طبعا احنا الاستاذ مجدي شخصيه محترمه طبعا، وطبعا احنا في برنامجنا كواليسنا اون اير طبعا، لو هو عايز يدخل مداخله تليفونيه احنا طبعا اكيد طبعا هيرد علينا طبعا، لان برضه فنان قدير ومثل افلام ومسلسلات جميله. طبعا دي وجهه نظرك انت طبعا، ولكن البرنامج هنا احنا انا بمسك العصا من النص، ان طبعا انا حيادي وده طبيعي جدا، ان كاعلامي لازم اكون حيادي اكيد طبعا، فلازم اسمع الراي والراي الاخر طبعا، فدي نقطه مهمه جدا يعني. صح يا فارس ولا ايه؟ مظبوط اكيد. على فكره انت مستفز. ليه مستفز ده قوي بجد؟ فين الاستفزاز؟ والله يعني انا بدير الحوار، انا مش عارفه اقول لك ايه يعني، مش فاهماك. مستفز ايوه. هو ليه استفزاز يعني؟ هو لا هو عمال يستفزني. طب امشي. طب انت جاي وانت منوره. طب ليه؟ طب ما تجاوب. الاجابه هي اللي هتوفر لك جاوب يعني. ما يمكن ما يمكن دي اسئله من المتابعين من عندك، يا ما يمكن الاسئله دي هتبقى رد على حاجه. طب انت سعيده في حياتك يا ميمه؟ انا يعني سعيده ومش سعيده. اجابه نموذجيه دي. امسك العصايه. امسك العصايه من النص. اللي هو انا سعيده طبعا لان انا دخلت في مجال الفن ومبسوطه جدا، وانا على قد ما ربنا يعني يقدرني انا بحاول اسعى. بس ممكن نشوفك بتغني وكده ولا صعب؟ لا طبعا ما اكدبش عليك يعني انا صوتي مش حلو في الغنى، بس يعني كل واحد وليه فنه. طب ممكن بقى تدينا كده مشهد كده جميل كنت انت بتمثليه مع الفنان القدير مجدي عبد الحليم، حاجه انت فاكراها كده كنت بتعمليها معاه في كوكب صيني او 100 حلاوه؟ انا لعبت عقله وبرده ما جاليش عريس بسبب الزباله اللي انت بتلمها. ده مجدي عبد الحليم طبعا كان طالع اخويا في الفيلم. كان هو اخويا وما فيش اي عريس عايز يقبلني بسبب ان اخويا بيلم زباله. بتقوليش سعيده ومش سعيده، ايه الحاجه اللي ممكن تخليكي مش سعيده؟ يعني الحاجه اللي ممكن تخليني مش سعيده، اول حاجه انا بزعل كتير على مامتي، دي الحاجه اللي بتخليني مش سعيده. ده وضع طبيعي، دي اهم من حياتي اصلا. ربنا يخليها لك يا رب. وتاني حاجه يعني ما بحبش حد يضايقني لان خلقي ضيق، بتعصب بسرعه. ما هو الطبيعي ان اي مشوار اي حد بيمشيه يعني سي اي ايا كان نوع المشوار اللي هتمشيه في مضايقات بتحصل. مضايقات كتير بس انا مش بحب ده. ممكن ده انا ما مبينش لحد بس ده بيأثر فينا. طب لو حد ضايقك دلوقتي هتتغلبي على ده ازاي في المشوار بتاعك دلوقتي؟ يعني ميمه قبل كده وميمه دلوقتي. لا انا ممكن ما باينلكش بس انا بيني وبين نفسي بقى. تمام احنا كده في نهايه الحوار بقى عايزين تقولي يعني اجابه كده للساده المشاهدين. اعتذار حابه تقدميه لحد؟ اعتذار حابه اقدمه لحد؟ لا هو انا ما زعلتش حد اصلا، ما حدش عمره زعل مني. وانا مش بتاعه مشاكل ولا بتاعه اي حاجه وحشه، انا تمام
وبعتذر. مش حاسس انا الاجابه بتاعتك دي خالص. بعتذرها. بديل من بدايه الحوار، انت مستفز، انت عنيد، انت انت مستفز ليه؟ اعتذر لايه؟ طيب اعتذر للجمهور. انا هنا حلقه وصل بينك وبين المشاهد. تمام. فده شغلي. تمام. دي مهنتي صح كده ولا ايه؟ مظبوط. تمام. بس كده احنا كده طبعا تنورتينا طبعا. منورك في برنامجنا كويسه. من ايه؟ منورك يا استاذ محمود، وبشكرك جدا، وان شاء الله بقى كده نشوفك كده نعمل معاكي بقى طبعاً. حلقه ان شاء الله بعد الايه؟ بعد العرض اللي انتوا هتعملوه في اسكندريه ان شاء الله باذن الله. بس اتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق، واستنونا في الفقره الثانيه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ورجعنا لكم تاني ومحضرين لكم مفاجآت كويسة جدا. الفترة اللي فاتت كلها تابعنا على السوشيال ميديا، معظم الشباب بيتكلموا، الكلام دارج في حتة ان كل شاب من الشباب دول خلص التعليم بتاعه في المرحلة المتوسطة او خلص في اي مرحلة من المراحل دي، عايز يبدأ يستثمر، عايز يبدأ يشتغل، عايز يبدأ يسافر. انا بقول دايما خلي الاستثمار يبدأ بنفسك الاول. بناء على كده فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بعد وزير العمل طرحوا لنا مشروع مهني 2030. مشروع مهني 2030 ايه هو؟ مشروع مهني 2030، مشروع مهني 2030 هو منظومة متكاملة لإدارة التدريب المهني في مصر. يعني ايه التدريب المهني في مصر؟ دلوقتي كان التدريب المهني موجود قبل كده بالفعل، ولكن كان موجود بشكل، ودلوقتي الدولة طورته وبقى بشكل تاني خالص، ونزل فيه حقائب تدريبية. الحقائب التدريبية دي، قبل ما نخش على الحقائب التدريبية الأول، في عناصر. العناصر دي متكونة من مراكز التدريب والمتدرب والمدرب. الحاجات دي كلها لها ضوابط وقوانين. أستاذ محمود برضو ممكن يتكلم معنا في الحتة دي لأن هو كان لمس الموضوع شوية. طبعا كلامك جميل جدا، ومشروع مهني 2030 دوت ده حاجة جميلة جدا بالنسبة لأي متدرب، لأن طبعا أنا لمس الموضوع جدا على أرض الواقع، وخصوصا بقى ان احنا لما نيجي نتكلم عن موضوع مشروع مهني 2030، الفتره اللي جايه احنا محتاجين التريننج، الممارسه. الممارسه مهمه جدا بالنسبه للانسان. في مثل انجليزي انا مؤمن بيه ومقتنع بيه بيقول براكتس ميكس بيرفكت. يعني ايه المثل ده؟ الممارسه تعني الاتقان. مهم جدا. يعني مثلا انا دلوقتي داخل مجال الاعلام وحابب ان انا ادخل مجال الاعلام، بس مش عارف ان انا اقعد قدام كاميرا، مش عارف ان انا يبقى عندي قدره على الاقناع وتاثير في الجمهور، مش عندي حضور شخصيه. كل ده انت بتتعلمه ازاي؟ بالممارسه. ازاي تكون عندك قدره على الاقناع وتاثر في الجمهور؟ ازاي يكون عندك حضور شخصيه تكون كاريزماتيك؟ ازاي تجيد مخارج الالفاظ والحروف؟ ازاي يكون عندك سرعه بديهه وحسن تصرف؟ كل ده بتتعلمه من التدريب. التريننج مهم جدا بالنسبه للانسان، الممارسه مهمه جدا بالنسبه للانسان. علشان كده المبادره دي مبادره جميله جدا، واحنا محتاجين الفتره الجايه ان احنا بقى ننزل بقى لسوق العمل، ويكون في متطلبات ومواصفات ومقومات للخريج، وده اللي احنا بنبحث عنه يا فارس، صح كده ولا ايه؟ احنا بنبحث عن ده، وبناء على كده الوزاره كانت منزله 400 حقيبه تدريبيه، تم اعتماد 50 حقيبه منهم. الحقائب التدريبيه او المسارات التدريبيه اللي موجوده دي هي بالفعل البرامج اللي مطلوبه على مستوى العالم كله، مش على مستوى الوطن العربي بس، ومش داخل مصر بس. اولا البرنامج ده اتعمل اصلا لان يعني بعض الدول بدات تستغنى عن العماله المصريه، وبدا ما يبقاش في ثقه في العماله المصريه. جاي التدخل من الدوله، وبنشكر الدوله طبعا على التدخل بتاعها. كان تدخل سريع وفوري عشان خاطر يقفوا جنب شباب مصر وبنات مصر، مش الشباب بس. بالاضافه حابب اضيف حته، البرنامج ده مش لسن معين، البرنامج ده من اول 16 سنه لحد الى ما لا نهايه ان شاء الله كما ذكروا قبل كده. الحقائب التدريبيه دي تم اعتماد 50 برنامج منها. ال 50 برنامج دول حاجات زي ذكاء اصطناعي فني، صيانه تكييفات سيارات، في خياطه رجالي، خياطه حريمي، في تمريض، في مساحه، لا مساعد خدمات صحيه. التمريض ده مش موجود. مساعد خدمات صحيه. بالاضافه المتدربين قبل كده، الطالب كان بيخلص دبلوم او اعدادي او ثانوي او اي حاجه، كان بيجي يخش مراكز التدريب دي، كان بيواجه مشكله بعد ما يخلص في مركز التدريب ان هو مش عارف يغير البطاقه بتاعته ولا عارف يغير المسمى الوظيفي بتاعه. دي كانت مشكله كبيره جدا بتواجهه، لان بالاضافه ان من 2020 او 2021 على ما اتذكر ان كان كارنيه مزاوله المهنه موقوف على مستوى الجمهوريه كلها بقرارات وزاريه. دلوقتي المتدرب بعد ما يخلص الفتره التدريبيه بتاعته هيحصل على شهاده بعدد ساعات معتمد من الوزاره، بالاضافه الى كارنيه مزاوله مهنه الجديد
اللي هو مسمى مساعد خدمات صحيه، بالاضافه لشهاده قياس مستوى مهاره اللي بتقيس مهاره المتدرب بعد اجتياز فتره التدريب كامله، بالاضافه لشهاده جدارات. بعد ما بتاخد يعني ما بتحصل على الحاجات دي بعد التدريبات بتاعتك والحاجات بتاعتك دي كلها، بتقدر بعد كده تتوجه لوزاره القوى العامله اللي هي وزاره العمل حاليا. يعني بالاضافه يعني بالمناسبه هم الاثنين حاجه واحده، لان في ناس مفكره ان دي وزاره ودي وزاره ثانيه، هم الاثنين نفس الوزاره. تقدر وزاره القوى العامله هي نفس وزاره العمل. في ناس كانت مفكره وكان في لبس في الموضوع، في ناس كانت مفكره ان دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. طبعا بنشكر طبعا وزير القوى العامله او وزير العمل حسن شحاته، طبعا بنشكر وزير العمل وفخامه الرئيس، لان هو كان تصرف سريع جدا وجه في صالح شباب مصر كلهم، ودي حاجة كويسة، لأن كمان تصدير العمالة للخارج وفي السوق الخارجي، السوق الخارجي كان بدأ يعدم الثقة بالعمالة المصرية بسبب قلة المهارة. التدخل ده كان قوي جدا وسريع جدا، ويعني انا على ما اعتقد يعني انا مش لوحدي اللي بشكره، الشعب المصري كله هيشكره على خطوه زي دي، ودي حاجه متوقعه دايما يعني من الاب زي ما بقوله، وهو سياده الرئيس اب لينا كلنا. طبعا اي حاجه، ودي حاجه كانت في وقتها بجد في الموضوع ده. واستنتج من كلامك برضو ان التدريب والممارسه العمليه دي مهمه جدا. احنا بنعاني في الفتره الاخيره ناس تيجي تقول لك ما فيش شغل، ما هو ما فيش شغل لانك انت اساسا انت دارس نظري، ما فيش مش مطبق عملي خالص. هي مش دراسه، هم الوزاره منزله النظام المهني 2030، ده نظام تدريب مش بالزبط. دراسه، هو بياخد الفتره النظريه دي، الفتره النظريه دي هي اللي بتاهله ان هو يخش يتدرب عملي. التدريب العملي ده بناء على كده، قبل ما نخش للمرحله دي اصلا، انت عشان تخش للمرحلة دي في عناصر الموضوع ده زي ما قلت، اللي هو مركز التدريب والمدرب والمتدرب. الاشتراطات اللي الوزارة حطاها اشتراطات يعني مش عايز اقول لك في مصلحة المتدرب بكافة الطرق والاشكال. انا شايف ان احنا الموضوع ده فارس نتكلم فيه بقى بشكل موسع وبشكل تفصيلي الحلقة اللي جاية، لان خلاص مش باقي غير نص دقيقة ان شاء الله. طبعا وحلقة جميلة، وان شاء الله تكون حلقة كده جميلة وخفيفة على السادة المشاهدين. وفي الختام احب اقول انت اللي بايدك تختار مصيرك، انت اللي بايدك توصل وتحقق، مفيش مستحيل، مفيش صعب، في نحلم، في نسعى، في نركز، وفي الاخر هتوصل لو انت عاوز توصل. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده في برنامجنا كواليسنا والنهار.